منطقة في الجزائر تفطر وآخر منطقة تفطر؟ أول منطقة اللي تفطر جاية جاب لي ربي من جهة ذبذب مع الحدود الليبية وآخر منطقة اللي تفطر هي حاسي منير، يتغرب فيها السميشة. حاسي منير تبعد حوالي 150-200 كيلومتر على غرب تندوف مع الحدود. وش حال بيناتهم التوقيت؟ في توقيت حوالي ساعة وشي ساعة وعشرين دقيقة كاع. راهي الجزائر 2,400,000 كيلومتر مربع خويا، من من العاصمة منا حتى لتنزاواطين راهي قريب 2,500 كيلومتر. قيس ألجي أوسلو. الله صح صح، كنت تقلب ألجي أوسلو باش تشوف ألجي تنزاواطين ولا ألجي أوسلو ولا ستوكهولم ولا هلسنكي لي بيس سكاندينافا دو سي لا ميم ديستونس. باش تشوف الجزائر واسعة، إل في برسك لا توتاليتي تاع البرتغال تاع الإسبان تاع لا فرونس تاع البينيلوكس لانجلتير لا سويس إيطالي، كاع هادو كاع تجملهم باش تجمل المساحات تاع الجزائر. على هذيك يغيروا منا الشيخ. إي وي إي وي، ألوغ لابد نستحفظوا على البلاد هذه.